مساء الخير يا سيادة الرئيس، أنا اسمي يوسف عبد الله، أنا طالب من طلاب مبادرة جيل جديد. إحنا بنحب سيادتك يا سيادة الرئيس، وبنشكر حضرتك على مبادرة جيل جديد اللي إحنا فيها اتعلمنا حاجات كتير وشفنا الإنجازات اللي اتحققت في بلدنا زي قناة السويس الجديدة وانفتح يا مصر متحف الحضارات. وكمان في المبادرة كلمونا عن الشهداء وعلمونا معنى الشهادة، وعرفنا إن الشهداء دول هم الناس اللي بتموت وبتضحي بحياتها عشان احنا نعيش. انا قلت للضباط لما اكبر نفسي ابقى زيكم، قالوا لي اهتم بدراستك وبصحتك وان شاء الله لما تكبر هتكون ضابط. ربنا يخليك لينا ويبارك في حضرتك، انت اللي خليتنا بجد نحلم ونصدق حلمنا. ربنا يكرمك يا يوسف، ولازم يا يوسف تصدق حلمك. وانا اكبر منك شويه، كنت بمشي في لما امشي يعني فشوف مناطق صعبة. أنا قلت الكلام ده قبل كده يا يوسف، وأنا إنسان عادي يعني زيك كده برضه صحيح. فكنت أقول لو إيدي طالت هعمل حلو. كان إيه؟ كان حلو. كان حلو وربنا أراد، وإحنا في جزء من الحلم. طب الحلم خلص؟ لا لسه الحلم لسه ايه مخلص بيكوا ان شاء الله، وان انا اشوفكوا في احسن حال انت وكل الناس اللي زيك، مش بس هنا في كل مصر، طالما الناس كلها بخير وسلام وفي احسن حال انا ابقى الحلم كده ماشي في طريقه. فاحلم، اوعى تبطل حلم، مش انت وبس عشان صغير، الصغير والكبير، لان ربنا موجود. ربنا ايه موجود وتحلم ويحقق لك حلمك لما تجري عليه، وتحلم وكل ما حلمك مخلص وأمين وكمان جميل هتلاقي ربنا بيساعدك. هتلاقي مين؟ ربنا بيساعد، وربنا فوق الكل بقى صاحب الملك كله. ف احلم، كلنا نحلم ونجري على حلمنا وربنا موجود ان شاء الله مجبور الخاطر. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.